من كتر من الحكاية عجيبة مش عارف أبدأها منين. حكاية أعجب من العجب. مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ بندعبس لكم حاجات كده، حاجة يعني حاجة مش معقولة. لو عندك وقت هتفرج على الفيديو لآخره، لو ما عندكش وقت اركنه لما تبقى فاضي، لأن الحكاية يعني حصلت معايا أنا فيها صدف غريبة جدا. حكاية الست جين المسجلة في التاريخ بأنها أكتر بني آدم عاش على وجه الأرض مسجل، عشان ما تقوليش في طبعا ناس عاشوا 200 و300، ما بننكرش ده خالص، إنما في ناس في ورقة ممضية كده إنها اتولدت سنة 1875 وانتقلت إلى جوار ربيع 1997. اتولدت 1875 يعني أيام الخديوي إسماعيل، وانتقلت 1997 أيام الرئيس حسني مبارك عليه رحمة الله. إيه حكاية الست دي جين كيلمونت؟ ست من فرنسا. الحكاية كلها فيها حاجات كتير، يعني هبة قالت لي على الحكاية، فقلت لها أوكي على حكاية الست دي. وعمك اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ أندريه. وأندريه ليهم قصة مثيرة جدا جدا، حاجة مش ممكن تصدقها. فقلت لها اوكي هشوفها، يعني انا دايما لما اسمع قصة احب اتأملها كده، بس حسيت ان انا عايز اقولها بحكيها، حسيت انها يعني مش مهم. فانا بقرا كتاب لعمك الاستاذ الجميل اللي كاتب كتاب رائع، الاستاذ جمال ابو الحسن، كاتب حاجة اسمها 300,000 عام من الخوف، تاريخ الانسان. والكتاب ده انا هحطه كده جنبي ونقعد نتكلم فيه مع بعض كتير، ويمكن يشرفنا الاستاذ جمال ابو الحسن. فانا بقرا الكتاب لقيته بيقول انه مش عارف ايه، والناس اللي عاشوا زمان، والناس البني ادم ممكن يعيش قد ايه، والمسجل تاريخيا اطول واحده عاشت عمر في الحياه كلها هي الست جين كيلمونت، لانها عاشت 122 سنه و164 يوم. 122 سنه و164 يوم محسوبة ومتسجلة. ممكن طبعا يكون في ناس عاشوا أكتر من كده، مفيش مانع، لكن دي المتسجلة، يعني عندنا تاريخ ميلادها وتاريخ وفاتها. ففي التاريخ قالوا، في تاريخ المعاصر طبعا كله معاصر، في التاريخ الحالي قالوا إن دي أطول ست عايشة نعرفها. عاشت إزاي الست دي؟ عمرها طبعا، لكن بيقول لك إن هي كانت تفطر قهوة الصبح ومعها قراقيش قهوة باللبن أكيد يعني، وبعدين تركب عجلة، فضلت تركب عجلة لغاية ما بقت عمرها 60 70 80 90 100. فلما بقت عندها 100 سنة رجليها يعني الأنكل بتاع رجليها شد شوية، ففضلت تركب العجلة. كانت بتمارس الرياضة لما تستحمى، دي مسألة مهمة، لأن في اليومين دول واحد مشهور قوي في إيران مات قعد 70 سنة ما استحماش، فلما استحمى مات. سيبك منه ده. كانت لما تستحمى يقول لك تجيب حتة قماشة وتحط عليها المية وتحط عليها زيت زيتون وتدعك جسمها نظافة نظافة كده. وكانت هي حريصة على استخدام الزيت زيتون على طول على جسمها. دي برضو معلومات للي عايز يخبط له، عايز يعديها وياخد له 125 سنة يعمل الحاجات دي. وبتلعب رياضة كل يوم. فلما قريت في الكتاب قلت ايه ده، معقولة الست دي هي اللي حكيت لي عليها بقى؟ هي ليها قصة مع أندريه هقولها لكم دلوقتي. فرحت مكلم يا هبة في كذا كذا كذا، هل الست دي هي هبة؟ كانت قالت لي ايه، في واحدة ست عندها 12 بنت ماتوا كلهم، عندها 100 عاشت 122 سنة بكده، الحكاية مجهلة كده، وليها قصة. ايه هيبقى قصتها؟ قالت الست دي كانت عايشة في بيت جميل جدا، وفي اخ اسمه أندريه عجبه البيت جدا، وكان الست تبلغ من العمر وقتها 90 سنة، يعني اذا كان فاضل حاجة يبقى فاضل حاجات بسيطة يعني. فالراجل قال لها ممكن تبيعي لي البيت؟ قالت لا ما اقدرش استغنى عن البيت، لان انا كل اهلي ماتوا ما اقدرش اسيب البيت. فقال لها طب نعمل ايه؟ قالت له مفيش مانع، هقول لك حاجه، او هو اللي قال لها او المحامي ايا كان، هو كان محامي، هو كان محامي أندريه ده صح، شكرا يا استاذ. قال لها طب اسمعي انا اديكي
يعني مبلغ كل شهر او اتفقوا. سيبك من مين قال لي مين، اتفقوا على الاتي ان هو يدفع لها 2500 فرنك قبل ما يبقى في يورو فرنسا جنب، 2500 فرنك كل شهر، ولما تموت ياخد البيت. فهو قال يعني هيدفع سنه 2 3 2500 فرنك، يبقى مش يبقى يعني هو كسبان جامد جدا. فالست عاشت. هو بقى الاتفاق ده حصل سنه 1965، لا 65 اهو، وكان عمك اندريا عنده 50 كده صغير يعني، والست عندها 90. فاندريا استنى، عدت سنه ورا سنه ورا سنه لغايه ما وصل لسنه 1995. كان اندريا عجز ومات. اندريا عجز ومات طبعا، وصل له يجي 80 سنه واكتر ومات اندريا، والست لسه عايشه، ماتت بعديه بسنتين. وفضلت تاخد. بيقول لك بقى انه ايه، لما حسبوا لقوه قاعد يدفع حوالي 30 سنه، فده اجار 19 بيت، يعني ده تمن 19 بيت من البيوت اللي موجوده هناك، لان دفع مبلغ كبير جدا لكن في التزام قانوني. فاندريا قاعد يدفع السنين دي 30 سنه ومات، والست قاعده لسه في البيت. يمكن بيقولوا ان هي في اخر سنين يعني راحت ترمسنين شويه كده، مفيش مانع. هذه هي قصه السيده اندريا اللي انا لقيتها في الكتاب. فانا قلت هل الست دي هي بقى، ما قالتليش ان دي اكتر واحده عاشت في التاريخ، قالت لي بس الحكايه دي. طبعا الحكايه فيها يعني دروس ومعاني كتيره جدا، ان واحد يشوف ست عجوزه 90 سنه وعندها بيت حلو فتقول له ادفع لي ايجار يعني انا اقدر اعيش بيه، وبعدين لو مت السنه دي اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها خد البيت. فممكن يدفع له مثلا سنه سنتين، يبقى هيدفع ايه 10% من البيت 20%، لكن الاعمار ما حدش ليه دعوه بيها، لانه ما اتفقوش اللي يعيا فيهم اللي يروح دار مسنين، لا اللي يموت. فالست اصبحت ان هي اكتر ست عاشت مسجله في التاريخ. هي الست اللي بقراها دي، هي دي الست اللي اندريا باع لها اشترى منها البيت واجره، طلعت هي دي الست. حكايه غريبه جدا، مسليه جدا، وليها معاني كتير قوي. ظاهره ما فيش شك، ظاهره. ظاهره ايه؟ تقول لك ان الاعمار ملهاش علاقه بحاجه. الست دي ما اشتكتش خالص يعني في حياتها، ما اشتكتش حاجه زي كده. يعني عايز تقول لي ان زيت الزيتون هو اللي عايشها؟ لا طبعا. طب عايز تقول ان لعب ركب ركوب العجله، ما في ناس بتركب عجله وتتكفي بيها في الارض تتكل على الله؟ لا، دي الاعمار ملهاش علاقه بالحاجات دي، لكن هي حاجات بنقولها تساعد الناس. فالست جين كليمونت او كليمونت صح، وعمك اندريا قصه غريبه. وست جين مع التاريخ وانها عاشت 122 سنه، دي قصه غريبه. ومن السؤال بقى اللي انا لما قريت القصه دي يعني تابعتها ودخلت في بعضها عندي كده، من كتاب بعيد خالص عن الموضوع لقصه كده، كان هو الواحد يحب يعيش 122 سنه و164 يوم؟ لان الست يا كليمونت دي كانت تصحى الصبح الساعه 7 الا ربع يعني. يا حاجه هو مكتوب كده تصحى 7 الا ربع. على فكره انت لما تظبط نومك وتقدر تبقى، ناس كتير كده بتصحى، انا ساعات ابقى مثلا متعود انام الظهر فاصحى الساعه 5 الا 5، فاقعد كتير اصحى الساعه 5 الا 5، يعني دي حاجه بتتظبط في الجسم. لكن هي تصحى 7 الا ربع، اول حاجه تعملها الصلاه، تصلي وبعدين تشكر ربنا على انها لسه عايشه، وتشكره على انه يعني مديها الصحه، وتشكره وتتمنى ان اليوم بتاعها يكون جميل. دي اجمل حاجه في القصه، اجمل حاجه الصباحيه بتاعت خالتك جين دي، تصحى الصبح تصلي اللي هي صلاه الفجر بتاعتها، وبعدين تقول له، هي تقول بقى ميرسي ميرسي، لانها ما تقولش ثانكيو، دي انا متشكره يا رب ان انا لسه عايشه، متشكره انك مديني الصحه، واتمنى انك تديني يوم جميل. ربنا يديك كلكم ايام جميله.